تحقيق هدفهما ضمن مخيمات النهضة بالقرآن الكريم. معكم زيدور بهاء الدين من ولاية جلف، بالتحديد من بلدية أولاد بن عبد القادر. أبلغ من العمر 18 سنة، خاتم لكتاب الله ولله الحمد والمنة، وطالب سنة أولى طب بجامعة البليدة. رحلة خاتم نحو العلا عين الفخار. معكم زيدور صهيب من ولاية شلف، تحديدا من بلدية أولاد بن عبد القادر. عمري 14 سنة، تلميذ في السنة الرابعة متوسط بمتوسطة سبكي محمد. رحلة خاتم نحو العلا عين الفخار. رحلتي مع القرآن الكريم بدأت منذ الصغر، كان عمري حوالي 5 سنوات، فبحرص من الوالدين الكريمين التحقت بجمعية الإرشاد والإصلاح الذي كان فيها الحفظ مرتكزا على المخيمات المكثفة في العطلة الصيفية، تتمثل فيها على يد العديد من المشايخ، إلى حين بلغت 12 سنة حفظت فيها حوالي 20 حزب. وقصتي مع القرآن الكريم رأت النور من جديد من خلال مشروع نهضتي بالقرآن الكريم، فبفضل الله سبحانه وتعالى تعرفت عليها من خلال صديقي محمد ضياء الدين الذي يعتبر من ختمة المشروع، فسارعت مباشرة إلى التسجيل في مخيم وهران عام 2018 الذي حفظت فيه حوالي 8.5 أحزاب. بدأت رحلتي مع القرآن الكريم منذ أن كنت صغيرا، حيث كانت بدايتي في جمعية الإرشاد والإصلاح، حيث حفظت هنالك ربع القرآن، ثم تعرفت عن طريق أخي بهاء الدين على مشروع النهضة بالقرآن الكريم، فشاركت في المخيم الصيفي لولاية شلف سنة 2019 والمخيم الإلكتروني الصيفي لنفس الولاية في سنة 2020، وأنا اليوم متمدرس في المدرسة الشاطبية لولاية وهران على يد الشيخ عبد الباقي بافضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي
لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. النهضة بالقرآن، النهضة بالقرآن، رحلة خاتم نحو العلا عين. فبنهضتنا يعلو الذكر، ينشرح الصدر والفكر. فبنهضتنا يعلو الذكر، ينشرح الصدر والفكر، يجتمع الأنس والأجر، دأب الأخيار. بشر وسكينة مدت لنا حبلا متينا سقطنا. كان الوالدين الفضل الأوفر بعد فضل الله سبحانه وتعالى عز وجل، فكان لا يسأماني ولا يملاني من الحرص على حفظ القرآن الكريم، ليس أنا فقط بل جميع إخوتي، أينما يجدني فرصة لمخيم أو لمدرسة قرآنية كان دائما ما يحثني على الالتحاق بها. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهما عني كل خير، وأن يجعلنا ممن يلبسون والديهم تاج الوقار يوم القيامة. أن أكون أبا لثلاث حافظين لكتاب الله، والرابع في الطريق إن شاء الله، إنها لنعمة لا تضاهيها نعمة ما بعدها نعمة. أن أكون أبا لأنفال، وهي الخاتمة الأولى لكتاب الله، ثم بهاء الدين الحافظ لكتاب الله، ثم ثالثا صهيب الحافظ لكتاب الله، ثم تسنيم التي هي في طريق حفظ كتاب الله. هكذا أكون أسعد فرد على وجه الأرض. عندما ختمت كتاب الله عز وجل وأعلمت والدي بالخبر، كان سعيدين للغاية لتحقيق هذا الإنجاز،
وأحمد الله أني أسعدتهما في الدنيا وسأسعدهما في الآخرة إن شاء الله. مشروع النهضة بالقرآن الكريم تأسس في ولاية شلف في أواخر سنة 2018. يهدف مشروع النهضة بالقرآن الكريم أساساً إلى تحفيظ القرآن الكريم وتعليم أحكامه وتفسيره. كذلك مشروع النهضة بالقرآن الكريم في شلف ولله الحمد والمنة نظم عدة مخيمات، مخيمين ميدانيين سنة 2019 ومخيمين إلكترونيين سنة 2020 وسنة 2021. رتع بشر وسكينة مدت لنا حبلا متينة سقتنا لطفا ولينا ألا نهضتنا فاجمعينا كلام الله نما فينا بنهضة روح ومعينا صبت في القلب لتسقينا تزدنا هديا ويقينا رحلة خاتم نحوها